السلام عليكم. أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شارنبيرغ أن مصداقية الاتحاد الأوروبي هي نقطة الانطلاق للتفاوض مع مقدونيا الشمالية وألبانيا، خاصة وأنه على الاتحاد أن يتجنب عدم الاستقرار في المنطقة، رافضا ما أسماه ابتزاز تركيا للاتحاد الأوروبي في قضايا منها مكافحة الهجرة أو في التصدي لمقاتلي داعش، وذلك على خلفية تهديد تركيا بإعادة عناصر تنظيم داعش إلى أوروبا في حال فرض الاتحاد عقوبات عليها. وافق الرئيس النمساوي ألكسندر فاندر بيلين على تشخيص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بالأمن الأوروبي والناتو، خاصة فيما يتعلق بالموت السريري للحلف، ولفت إلى أنه من الصعب على الاتحاد الأوروبي في الكثير من الأحيان التوصل إلى رأي مشترك في مجال السياسة الخارجية، لأن موافقة جميع البلدان 28 مطلوبة وليس فقط موافقة رئيس أو وزير خارجية دولة محددة. وقال: التوصل إلى إجماع غالبا ما يستغرق الكثير من الوقت، لذلك يثير الدهشة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال موجودا. تسبب التساقط الكثيف الأول للثلوج هذا العام في مناطق جبال الألب النمسا في انقطاع التيار الكهربائي على نحو 9800 منزل اليوم الأربعاء، وأعلن شركات الكهرباء في تيرول وسالزبورغ وشتاير وكارنتن أن التساقط الكثيف للثلوج تسبب في تساقط أشجار على خطوط الكهرباء، وتم إغلاق العديد من الطرق وخطوط السكك الحديدية بسبب مخاوف من حدوث انهيارات، وأيضا إعطاء عطلة لطلاب في كارنتن حيث تم إغلاق 11 مدرسة. قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية هربرت كيكل اليوم في جلسة المجلس الوطني النمساوي إنه لا يوجد استعدادات كافية لمواجهة موجة جديدة من تدفق اللاجئين إلى النمسا، معتبرا أن الحكومة المقبلة المكونة من حزبي الشعب والخضر غير قادرة على مواجهة تلك التهديدات، حيث لا يؤمن حزب الخضر بحماية الحدود والتصدي لموجات الهجرة. إنفوغرات لنكتمل بالمعرفة.